الإمام محمد بن راشد بن محمد الهاملي في المركز الثاني تتقدم وتختطف هذا الموقع، بينما الاسم القادم من الجانب الآخر يا سلام أسماء قوية شعارات مميزة تشارك بهذا الشوط بهدف الفوز والإنجاز والانتصار، بينما المركز الثالث حامل رقم 8 حامل رقم 28 في المركز الثالث ناصية لسيف بن حميد بن دويس الشامسي في المركز الثالث، ولكن التدخل اسم جديد بدأ بالتدخل ينضم إلى المجموعة الثالث المركز الثالث، إذا تبادل سريع ما بين المواقع الجميع هدفه الوصول إلى الصدارة. المركز الثالث يا سلام يا الاسم القادم هناك سمحة عبد الله بن محمد سعيد السبوسي تقدمت المركز الثالث والمركز الرابع تصل في هذه اللحظات رسمية حمد بن مطهر بن عمير الشامسي المركز الخامس التقدم الآخر في هذه اللحظات من حامل رقم 32 وهي أخيرة لصالح بن حمد المخيبي تقدمت المركز الخامس المركز السادس أقوى لمحمد بن جاسم بن براك المزروعي المركز الثامن الوصول يأتي في هذه اللحظات من حلوة مسفر بن علي بن مسفر الخيلي المركز العاشر التواجد في هذه اللحظات من حفلة لسعيد بن مسلم بسعيد المنهالي. هكذا هي النتيجة والنداء الأول للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة بهذا المسار. ما زالت المسيرة تسير مسيرة الحجاج في شوط 26 من ضمن تحديات مهرجان زايد التراثي هنا على أرضية هذا الميدان الذي يستقطب جميع ملاك الهجن للمنافسة والمقدمة هراها. هناك لصالح صوغة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي ما زالت مسيطرة كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، ولكن الملاحقة من رسمية حمد بن مطر بن عمير الشامسي التي تضغط وبقوة لكي تغير مجريات الشوط لصالحها. والمركز الثالث سمحة لعبد الله بن محمد بن سعيد السبوسي في المركز الثالث. المركز الرابع اهتمام محمد بن راشد بن محمد الهاملي تقدمت إلى المركز الرابع. المركز الخامس أقوى محمد بن جاسم بن براك المزروعي. يا سلام بدأنا ندشن أمتار الكيلو الأخير الكيلو الأصعب والمثير الكيلو الأقوى بهذه التحديات والقيادة والسيطرة. أراها غير الثلاثة لصالح رسمية حمد بن مطر بن عمير الشامسي من غيرت وخذت المركز الأول. المركز الثاني غالية سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي ما خذت المركز الثاني، ولكن تعود لنا صوغة من جديد تستعيد الموقع من جديد لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. الله يا الرميثي الذي يقدم لنا صوغة من بداية رحلة هذا الشوط إلى حد هذه اللحظات محتفظة بهذا الموقع، لم تستسلم لجميع الأطراف المنافسة لانتزاع هذا الموقع المميز. اسم جديد بدأ بالتدخل وهي غاية سعيد بن محمد بن سالم لوهيبي، وهناك يا سلام حاملة رقم 35 قادمة الظفرة عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي تختطف المركز الثاني في طريقها لتغيير مسار الشوط، لكن صوغة ما زالت صامدة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. الله 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 يا الاسم القادم مياس ابراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي ايضا تحاول في اللحظات الاخيرة لاختطاف المركز الاول، ولكن غاية من تغير مجريات الأمور لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، والغفيلي يحاول باللحظات الأخيرة لكن غاية. تهانينا والناموس صاحبة أفضل توقيت تسجل على ميدان الوثبة، والنقطة الثالثة تزف لممثل السلطنة سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي. تهانينا لأهالي ولاية المضيب وأهالي ميدان الأبيض. المركز الثاني حاملة رقم 34 مياس إبراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي، والمركز الثالث حاملة رقم 49 صوغة التي ما قصرت أدت دور تشكر عليه لسعيد مطر محمد الرميثي. المركز الرابع 51 وهي غالية سيف بن علي بن حمود بن علي العويسي، والمركز الخامس أيضا حاملة رقم 18 وهي رسمية حمد بن مطر بن عمير الشامسي. هكذا هي نتيجة الخمس المراكز الأولى. تهانينا والناموس لمالك غاية سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي قطعت مسافة السباق في 6 دقائق 4 ثواني و6 أجزاء من الثاني. هذا هو توقيت غاية وتحقيقها هذا التوقيت من مسافة 4 كيلومترات. المركز الثاني كان لصالح مياس الإبراهيم بن سعيد سلطان الغفيلي 6 دقائق 5 ثواني بدون أي أجزاء، والمركز الثالث كان لصالح المركز الثالث صوغة لسعيد مطر محمد الرميثي قطعت المسافة في 6 دقائق 5 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.